السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله هنشرح المحاضرة 4-5 في الأناليتيكال، بس في شوية مفاهيم كده معينة عايزين نعرفها قبل ما نبدأ الشرح. أول شيء عايزين بس نسترجع القوانين والحاجات اللي احنا خدناها في المحاضرات اللي فاتت قبل كده، ياريت تركزوا معايا. احنا قلنا عندي حاجة اسمها ال pH وعندي حاجة ال H، قلنا ازاي احول من pH ل H او من H ل pH. لو افترضنا مثلا عندي تركيز الحمض بتاعي 1/10، ده تركيز الحمض بتاعي، عايز اجيب البي اتش بتاعت الحمض ده. لو افترضنا مثلا الحمض ده سترونج، دي تركيز الاتش، عايز احول من التركيز الاتش للبي اتش، بقول اهو سالب لوج 1/10 اهو، يبقى البي اتش بواحد. طب ازاي احول من بي اتش لاتش؟ بمنتهى البساطة، بدل بقول شيفت لوج ماينس البي اتش اللي هي بواحد، طلعت معايا 1/10، يبقى عارف لازم نجيب من بي اتش ل اتش والعكس، صح؟ طيب قلنا برضو عندي حاجة اسمها ال كي اي والبي كي اي، ازاي احول من كي اي لبي كي اي؟ قلنا افترضنا مثلا ان ال كي اي مثلا بواحد علامة 4/7 × 10 اس سالب 5، نفترض ان دي مثلا ال كي اي، عايز احول من كي اي لبي كي اي، اجيب اللوغاريتم بتاعها او سالب لوج 1/7 × 10 أس سالب 5، طلعت معايا 4.76 تقريبا، صح؟ طيب أنا عايز أحول بقى من بي كي اي لكي اي، أحولها ازاي؟ بمنتهى البساطة شيفت لوج ماينس 4.76، طلعت معايا تقريبا 1/7 × 10 سالب 5، يبقى عرفنا ازاي نحول من اتش اللوغاريتم. طيب عايزين نفتكر بقى القوانين والحاجات اللي احنا خدناها في المحاضرات اللي فاتت. بصوا معايا، عشان احنا عارفين ان تركيز السترونج اسيد هو هو تركيز ال H، وتركيز السترونج بيس هو هو تركيز ال OH. طب لو انا عندي ويك اسيد، لو انا مثلا عندي ويك اسيد، اذا تركيز ال H بتاعت الويك اسيد بالزاوية جذر ال KA في تركيز الويك اسيد، وتركيز ال OH بتاعت الويك بيس بتساوي جذر الكي بي في تركيز الويك بيس. اوكي، لو انا مثلا عندي نفتكر قانون البوفر، كان عندي قانون البوفر الاسيتك بوفر، لو بي اتش يساوي بي كي اي زائد لوج السولت على ويك اسيد، او الكونجوجيت بيز على ويك اسيد. طب لو هو بيزك بوفر بيساوي بي او اتش يساوي بي اتش يساوي بي كي بي زائد لوج السولت على ويك بيز، واحنا عارفين ان البوفر عبارة عن الويك اسيد والسولت بتاعه، او الويك بيز والسولت بتاعه. طيب قلنا اللي عندي الكي دبليو دي بتساوي 10^14 عند درجة حرارة ثابتة اللي هي 25، قلنا الكي بتتغير بدرجة حرارة بس، تساوي تركيز ال H في ال OH، خلاص. طيب قلنا البي كي دبليو بتساوي نفس الكلام بي اتش زائد بي او اتش بتساوي 14، تمام. كان في برضه قانون السولت بتاعي، لو مثلا انا عندي سي اتش 3 هو ان ايه، ده كان بيسك سولت لانه جاي من شق قاعدي قوي اللي هو ال NA، وشق حامضي ضعيف اللي هو الأسيتيت، إذا هو بيزك سولت نتيجة إن هو جاي من بيرنت سترونج بيز ويك أسيد، فبقول تركيز ال OH يساوي جذر ال KW على ال KA في تركيز السولت. ولو افترضنا مثلا ال NH4Cl دوت يعتبر إيه؟ أسيتيك سولت، لأن هو جاي من شق حامضي قوي اللي هو ال Cl، والأمونيوم شق قاعدي، الأمونيا شق قاعدي ضعيف. فبقول تركيز اتش بتساوي جذر الكي دبليو على الكي بي في تركيز الصوت. طيب نفتكر كون عدد المولات بيساوي الكتلة على الكتلة المولية، وعدد المول بيساوي التركيز في الحجم، عدد المول بيساوي عدد التركيز في الايه، في الحجم. دي كل القوانين اللي كنا حكينا عنها في المرات اللي فاتت قبل كده، كنا بس عايزين نسترجعها شوية عشان هنحتاجها تاني في المسائل والكيرفات اللي هناخدها دلوقتي. طيب ياريت تكتبوا القوانين اللي انا يعني عرضتها عليكم في السلايد. دلوقتي عايزين نعرف بقى التيتريشن كيرف عبارة عن ايه. التيتريشن كيرف بمنتهى البساطة عبارة ان انا بعمل رسم بياني، بحط البي اتش على محور الصادات اللي هو الاكس واي اكسس، وبحط الفوليوم على محور السينات اللي هو الاكس اكسس، تمام. عايزين نعرف التيتريشن ده بيحصل ازاي. بمنتهى البساطة انتوا لما اشتغلتوا في السكشن، الحبة اللي انتوا اشتغلتوا فيها السكشن، كنتوا تحطوا السامبل في البيوريت، وكنتوا تحطوا عليها الانديكيتور، بعد ما تحط الانديكيتور في السامبل كنتوا بتعملوا ايه؟ كنتوا بتعملوا تايتريشن. ازاي؟ كنت بتحط له البيوريت من الستاندرد اللي انتوا عارفينه اللي هو تركيزه معروف وحجمه معروف،
وبتحطه في البيكر اللي هو السامبل التركيز عايزين تعرفوه، وبتحط الانديكيتور عليها وتقعد تنقطه نقطة نقطة لحد ما توصل للاند بوينت. طيب في البيوريت ده اسمه الايه، التايترنت بتاعي اللي هو الفوليوم اللي انا بحطه عليه. طيب واللي في البيكر ده اللي هو السامبل اللي انا بشوف البي اتش بتاعتها بتتغير ازاي. طيب انا لو تبص معايا على الكيرف هنا، الكيرف هنا البي اتش عندي بادئه من اول 3، البي اتش بادئه عندي من كام؟ من اول 3. لو خدت بالكم انا عمال ما اللي عندي 0 مللي، عندي 0 مللي، انا عمال انقط 10 مللي، بي اتش بدات تطلع لحد ما جينا عند مره بي اتش اتحولت من 6 مره واحده بقت البي اتش بكام؟ ب 11. يبقى دي يعتبر ايه، انا وانا عمال انقط بالراحه بالراحه وراها لحد ما البي اتش مره واحده اتغيرت جامد. دي بعرف ساعتها ان انا تخطيت الاند بوينت او وصلت الاند بوينت بالظبط، ساعتها بوقف تيتريشن ولون الانديكيتور كان بيغير، وشرحنا ازاي الانديكيتور لونه بيغير في المحاضره اللي فاتت، والحاجات دي كلها اتكلمنا عن الانديكيتور بالتفصيل. طيب في كذا حاجه عايزين نعرفها على التيتريشن كيرف ده. اول شيء بالنسبه للتيتريشن كيرف، بصوا معايا، انا عندي عندي 0 مللي، عندي 0 مللي، البي اتش بتاعت السامبل كانت كام؟ كانت حوالي 3 او 2.8 حاجة زي كده، خلاص. او المهم يبقى انا اقدر اعرف البي اتش بتاعت السامبل بتاعتي من التيتريشن كيرف، بشوف عندي 0 مللي كانت البي اتش بكام، طلعت البي اتش عندي 3، ومن خلالها ولو انا عندي بي اتش اقدر احسب تركيز الحمض. فلو افترضنا مثلا ان البي اتش عندي طلعت ب2، لو بي اتش طلعت ب2 وافترضنا ان هو سترونج اسيد، واحنا عارفين ان تركيز الاتش بتاعت السترونج اسيد هو تركيز السترونج اسيد، انا عايز احسب تركيز السترونج اسيد دلوقتي، ومديك البي اتش بتاعته ب2 بمنتهى البساطه. اهو ثواني، تقول لي البي اتش بتاعته 2، اقول شيفت لوج ماينس 2، يبقى تركيز الاتش بتاعته تركيز الحمض كام؟ 1 من 100. خلاص يبقى تجيبنا تركيز الاتش هو تركيز الحمض الايه القوي دوت. طب لو هو حمض ضعيف كان القانون بتاعه ايه؟ كنا بنجيب الاتش بتاعته اللي هي جذر كي اف تركيز الويك ايه اسيد. طيب يبقى لازم يديني الكي اي عندي في المسألة، او نجيبها من على الكيرف زي ما هناخد كمان شوية وهنفهم ليه. طيب يبقى عشان احسب تركيز الويك اسيد ده مثلا هضطر اجيب بقى ايه تركيز الاتش من البي اتش ده 0 مللي، والكي اي هيديهاني، واحسب تركيز ويك اسيد، وهنعرف ازاي بنحسبها بالتفصيل ان شاء الله. طيب اقدر اعرف ايه تاني؟ اقدر اعرف الفوليوم الاند بوينت نفسها. ازاي بعرف الاند بوينت؟ والله انا بشوف مثلا النقطه اللي اتغير فيها البي اتش مره واحده، واقوم جاي عامل مثلا مماس هنا ومماس ايه هنا، وبوصل المماس ده ببعضيه، ونص المسافة عند المماس ديت هي الايه الاند بوينت، نص المسافة عند المماس ديت هي الاند بوينت. ومنتهى البساطة بجيب المسطرة كده وبوصلها من تحت، وبوصلها بالجنب، يعني بوصلها لمحور الصادات، وبوصلها لمحور محور سينات، وبوصلها لمحور الصادات. والله قال لي انت هتستفيد ايه من دوت؟ قال لي انا اقدر اعرف البي اتش اللي هوصل عندها الاند بوينت، البي اتش مثلا طلعت ب 8 او 8 او حاجه من 10، والفوليوم الاند بوينت حوالي مثلا 28 او 27، ما تهمنيش دلوقتي، بس انا قدرت اعرف من خلالها الفوليوم اد اند بوينت والبي اتش اد اند بوينت. يبقى اول حاجه عرفناها نقدر نجيب البي اتش بتاعت السامبل، عندي 0 مللي بتاعت السامبل اللي انا اللي هي عينه في البيكر قبل ما ابدا اعمل تيتريشن، واقدر احط اعمل اللي هو هنا قدرت احسب الاند بوينت، اعمل مماس عند الكيرف من فوق ومن تحت. طبعا احنا عارفين ان النقطه ديت اللي هي من اول هنا من اول الستة مثلا لحد ال 11 ديت او ال 10 ديت الرينج اللي حصلت فيه الاند، ده الرينج الاند بوينت وقعت فيه من اول الستة هنا لحد ال 11 تقريبا او الحبه دولت، ده الرينج بتاع الاند بوينت. واحنا عرفنا المره اللي فاتت من المحاضره شرحنا فيها الانديكيتور، لازم الانديكيتور اللي انا استخدمه يكون جوه الرينج بتاعت الاند بوينت دي عشان استخدمه. يعني مثلا في التيتريشن دوت الاند بوينت من 6 وقعت في رينج من 6 ل 10، او الترانزيشن رينج بتاعها من 6 ل 10، ينفع استخدم المثال اورنج او فينفسالين، سوري مثال اورنج ده 3.5 4.5؟ لا، لازم يكون
فلوس اندومنت، يبقى الفينوفيثالين من 8 ل 10. اذا انا اقدر استخدم في الاكشن دوت الفينوفيثالين لان هو وقع في الرينج بتاعت الاند بوينت. يعني عندي الاند بوينت بدات من 6 لحد ال 11، والفينوفيثالين عارفين ان هو من 8 ل 10، يبقى انا اقدر استخدم الفينوفيثالين هنا. ما اقدرش اقدر استخدم الفينو ايه في سالين. خلاص طيب تمام. اقدر اعرف تاني حاجه من عن تيتريشن كيرف، اقدر اعرف نوع تيتريشن. لو نفتكر البي اتش سكيل كان من 0 ل 14، وقلنا من 0 ل 2 كان سترونج اسيد، ومن فوق ال2 لاقل من ال14 كان بيكون ويك اسيد. طب تمام. طيب وقلنا بعد كده حكينا تاني برضو، قلنا من فوق السبعة لحد ال12 كان ويك ايه بيز، ومن 12 ل 14 كان سترونج بيز. يبقى من 0 ل 2 سترونج اسيد، من 12 ل 14 سترونج بيز، اقل من 12 لحد 7 لحد 7، ومن 7 لاكبر من 2 بعتبرهم ويك اسيد او ويك بيز. خلاص، و7 بالظبط عارفين ان هي ايه نيوترال. خلاص طيب، انا عندي بي اتش بادئه من اول 3 او 2 وحاجه، اذا هي اكتر من 2، اذا دوت عندي نوع ويك اسيد. طيب يبقى نوع السبب بتاعي ويك اسيد. ناخد بالنا قاعده برضو لازم نكون عارفينها، دايما لازم التايترنت عندي يكون سترونج. يعني ايه التايترنت يكون سترونج؟ ما ينفعش احط حاجه ويك في بيوريت، لازم التايترنت بتاعتي او الستاندرد بتاعي يكون حاجه سترونج. فما ينفعش اقول لك مثلا انا بعمل تايتريشن لحاجه ويك اجينست ويك، ما ينفعش حاجه اسمها ويك وويك اعملهم تايتريشن مع بعض، لازم يكون عندي حاجه سترونج. ممكن يبقى ويك اسيد اجينست سترونج بيس، بس ما ينفعش تقول لي سترونج بيز اجينست ويك اسيد، لا لازم البيوريت بتاعتي تكون حاجه فيها حاجه سترونج. ف ايه انواع التيتريشن المحتمله؟ ممكن يكون سترونج اسيد اجينست سترونج بيز، ممكن يكون سترونج بيز اجينست سترونج اسيد. طب ايه الفرق؟ ما الاثنين سترونج. لا الفرق كبير قوي. انت بتقولي سترونج اسيد اجينست سترونج بيز، معناها ان البيوريت عندي فيها اسيد وال سوري السامبل البيكون عندي فيه او السامبل بتاعتي اسيد اجينست سترونج بيز، يعني البيوريت فيها البيز هي. لكن لو انت قلت لي سترونج بيز اجينست سترونج اسيد، معناها ايه؟ ان البيكر عندي فيه قاعده، وان الاسيد هو البيوريت التايترنت بتاعي الموجود في البيوريت. خلاص تمام، دي الحاجات اللي احنا نعرفها. يبقى احنا عرفنا لحد دلوقتي كام حاجه من الكيرف، عرفنا كذا حاجه. اول حاجه اقدر اجيب بي اتش عندي 0 مللي، تاني حاجة أنا أقدر أعرف إند بوينت كام، والفوليوم أت إند بوينت، فوليوم إند بوينت، والبي إتش أت إند بوينت. خلاص خلاص، وإذن نعرف نوع الرياكشن والإنترفال والإنديكيتور المناسب اللي أقدر أستخدمه على التيتريشن كيرف على حسب المسافة اللي قطعها في خلال في الإند بوينت. هنا مثلا من أول 6 لحد ال 11، وده الرينج بتاع الإند بوينت عندي. خلاص طب تعالوا مثلا نشوف اول نوع انواع تيتريشن. بيقول لي سترونج اسيد اجينست سترونج بيس تيتريشن. سترونج اسيد يعني هو اجينست سترونج بيس، يبقى سترونج اسيد يبقى السامبل بتاعتي عباره عن اسيد، والبيز اللي هي التايترنت بتاعتي اللي هو بعتبره التايترنت بتاعي. تاني حاجه خدوا بالكم دايما، تاني حاجه منطقها هي نوع التايترنت، تاني حاجه هي التايترنت. اوكي اهو ادي اكزامبل تيتريشن اوف اتش سي ال using any standard any which as titrant. يبقى titrant عندي هو ال any which. خلاص طيب، احنا قلنا before titration بنحسب بنعمل calculation ال pH type. before titration عندي 0 ملي، عندي 0 ملي كانت ال pH عندي ب 3 او 2 وحاجه. طب احنا عارفين ان دوت strong سوري هي لها علاقه بالرسمه دي اهو، عندي 0 مللي كانت البي اتش عندي بواحد، واحنا عارفين ان دوت يعتبر سترونج اسيد، واحنا عارفين ان تركيز سترونج اسيد تركيز الاتش سي ال هو تركيز الاتش، صح؟ اذا البي اتش يبقى انا اقدر، انا عندي بي اتش بواحد وعايز احسب تركيز الحمض بتاعي. احسب تركيز الحمض بتاعي ازاي؟ اول حاجه هحول من بي اتش لاتش. البي اتش عندي بكام؟ قلنا بي اتش عندي بواحد، ازاي نحول من بي اتش ل اتش؟ شيفت لوج ماينس البي اتش اللي هي بواحد، طلعت معايا تركيز الحمض بواحد من عشرة او تركيز الاتش بواحد من عشرة. واحنا عارفين ان طالما الاتش تركيز الاتش هو تركيز الحمض، فجبنا تركيز الحمض. خلاص
ادي اهو في السلايد بيقول لي البي اتش بتساوي البي سي اي، لا يعني تركيز الحمض، لوغاريتم السالب بتاع تركيز الحمض هو لوغاريتم السالب بتاع تركيز الاتش. طب احنا عارفين، قال لي لما اضيف لحد 99 مللي من ال ان او اتش، احنا عارفين ان ال اتش سي ال سامبل عندي 100 مللي، يعني كل ما اضيف انا ما زلت ما حققتش التعادل. يعني انا ضفت لحد 99 لكن انا عدلتهم، لا، لحد ما اوصل نقطة التعادل كل نقطة نقطها من البيوريت. يعني انا عمال اضيف نقطة ان او اتش، نقطة ان او اتش، عمال انقط ان او اتش، مع كل نقطة نقطها من ان او اتش بتبدأ البي اتش ترفع شوية. يعني بصوا معايا، اجي مع كل نقطة منقطها اهو من التايتلنت، ها البي اتش بترفع سنة بسيطة، بس بترفع سنة بسيطة سنة بسيطة سنة بسيطة، يعني حاجات من 10. جينا بقى مرة واحدة كانت البي اتش 3 عندي، مرة واحدة لقينا البي اتش قلبت ب 11. اه ده انا كده وصلت للاند بوينت والمفروض اوقف تايتريشن. واو اهو قلنا اهو عند 99 مللي البي اتش تبدأ تطلع سلولي 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 لحد ما اوصل تقريبا 100% اللي انا اوصلت نقطة التعادل. عند نقطة التعادل البي اتش بتبقى 7، خلاص مرة واحدة بتبقى 7، مع أول نقطة زيادة، مع أول 1 من 10 مللي زيادة ان او اتش، ساعتها بقى ايه اللي بيحصل؟ احنا عارفين ان خلاص ال اتش سي ال هيعادل ال ان اي او اتش، صح؟ فيعني يعني مثلا ده 100 مللي وده 100 ايه مللي. طب نبص مع بعض كده، بص معايا كده. لو افترضنا مثلا ادي اهو، ادي ال HCl sample هفعلها مع NaOH ده التايتلنت بتاعي. لما انا كان عندي دوت مثلا يا شباب، ده كان زيرو، ده كان 100 مللي، قال لي السامبل بتاعتي ديت 100 مللي، دي كان 0 مللي. لما كانت ديت 100 مللي ودي 0 مللي، كانت البي اتش بتاعت الوسط عندي تمثل تركيز ال اتش سي ال بس، صح؟ لكن ايه اللي هيحصل بقى لما انا بدأت اضيف؟ مثلا افترضنا مثلا انا، طبعا فين هو قال لي في المثل في الاكزامبل عندي ان ده تركيزه 1 من 10 مولر، او وده كان تركيزه 1 من 10، تمام؟ اذا مولات دوت ده 10 مول، ودوت ايه ده كان 10 مول. طيب دلوقتي احنا دلوقتي عايزين نعرف مع كل نقطة من ان اي او اتش كان بيحصل تغيير عندي ازاي. من طال بساطة
ثواني أو مثلا بصوا معايا، هنقول إن دي طلع خلاص 10 مول، 10 إيه؟ لو افترضنا مثلا إن أنا حطيت مثلا من ديت 20 مللي، افترضنا حطينا من دي إيه 20 مللي، يبقى عدد مولاتها هيكون 2 مول. 2 مول من ده هيتفاعلوا مع 2 مول من ده، يفضل بين باقي ده 8 مول، صح؟ هل انا كده قدرت اعادل الحمض؟ لا، لسه ما عادلتش الحمض. طب لو انا مثلا ضفت دوت 10 ايه 100 مللي زي دوت 100 مللي زي دوت، يبقى انا ضفت 10 مول، 10 مول من ده هيتعادلوا مع 10 مول من ده، يبقى انا كده قدرت اوصل للايه للاند بوينت. طيب طب يا شباب، لو انا بقى نرجع تاني للمسألة بتاعتنا، لو انا بقى طيب انا عندي دلوقتي، انت قلت لي ان ديت كانت 100 مللي وكان تركيزها 1/10، قلت لي ان ديت لو انا بقى ضفت 110 مللي من ال NaOH، ايه اللي هيحصل؟ برضه دي كده 1/10، اللي هيحصل كالتالي، ديت عدد مولاتها 10 مول، ليه؟ بضرب التركيز في الحجم طلعت عدد المولات. طيب ودي عدد مولاتها كام؟ 1/10 مول، او سوري 11، سوري ديت ايه دي 11 مول، 11 مول ده 10 مول هيعادلوا 10 من دول، هيتفضل عندي اكسس من ان يو اتش 1 مول اكسس، مع 10 من ده هيتفاعلوا مع 10 من ده، يفضل ان يو اتش ما تفعلش كام؟ 1. يتفضل عندي ان يو اتش ما تفعلش 1 مول. ال1 مول دوت هو يمثل التركيز بتاع الوسط عندي، يعني ال1 مول ال ان يو اتش زيرو ده هو يمثل عندي بقى، يعني انا ضفت بعد ما وصلت نقطة التعادل مع اول نقطة دي، هي اللي بقت تمثل البي اتش بتاعت الوسط عندي، صح؟ بقت تمثل البي اتش. طب انا عايز احسب البي اتش بعد ما وصلت للاند بوينت. دلوقتي انت عندك قلت لي دي كام مللي؟ 110 مللي، ودي كان كام مللي؟ 100 مللي. انت ضفت 110 على 100، يبقى كل الحجم عندي كله كام؟ 210. طيب انا عايز اجيب التركيز بقى، هقسم ال1 مول على ال210، يطلع لي تركيز القاعدة اللي عندي اللي اقدر من خلاله احسب البي اتش بتاعت الوسط عندي. طيب هنفهمها اكتر لما ناخد مثال. نرجع تاني للسلايد تاني، بص معايا، انا عندي اهو دلوقتي عند ال قبل التيتريشن، كانت قلنا خلاص حتة التيتريشن قبل لحد ما وصلت نقطة التعادل، عند نقطة التعادل قلنا بي اتش وصلت لـ7. طيب بعد نقطة التعادل، النقطة اللي في حبة الاكسس بتوع ال ان يو اتش دولت، اللي هما العدد المولات الزيادة دولت، هما اللي هيتحكموا في بي اتش بتاعة الوسط. قال لي ازاي بحسبها بقى؟ قال لي بمنتهى البساطة، زي ما انتوا عارفين ان انا بحسب اهو، بحسب تركيز القاعدة او تركيز ال OH الزيادة ال excess دولت، لان هو حسب تركيز القاعدة الزيادة اللي هو BOH او اللي هو تركيز القاعدة الزيادة، واطرحه من 14 عشان احسب BH، لان احنا عارفين ان ال NOH بحسب له تركيز ال OH بتاعه، وبعد ما احسب تركيز ال OH بجيب ال BOH اللي هي ال BCB، خلاص، واطرحها من 14 عشان اقدر احسب تركيز البي اتش. لما نيجي ناخد المسألة هنفهمها اكتر، خلاص. طبعا بيقول هنا لو انا ضفت لحد 200% هوصل بي اتش 14، اللي هي تقريبا ايه، مش مهم اوي النقطة دي. طيب ادي التيتريشن كيرف بتاعنا زي ما احنا اتدربنا عليه وعرفنا ازاي نعرف، قلنا بنمشي بالتدريج اهو،
بدأت أضيف نقطة نقطة لحد ما وصلت للإند بوينت. ده الرينج بتاع الإند بوينت عندي تقريبا من 3 وشوية لحد إيه، لحد 10 وشوية. خلاص طيب، لو تاخدوا بالكم إن الإند إن أهو النيوتراليزيشن بوينت ما بين، قال لي هو ما بين 3.5 ل 10 ل 10.5. قال لي اي انديكيتور جوه الرينج دي اقدر استخدمه في الـ في التيتريشن دوت، زي فين في سالين والميسايل اورنج او الميسايل ريد. خلاص طيب، قلنا فين في سالين مثلا من 3.5 ل 4.5 ينفع، سوري فين في سالين من 8 ل 10 ينفع، الميسايل اورنج من 3.5 ل 4.5 ينفع. خلاص طيب، تعالوا نشوف مثلا لو انا استخدمت ويك اسيست اجينست سترونج بيز، لو انا استخدمت ويك اسيد اجينست سترونج بيز. عايزين نعرف حاجه، كذا حاجه مع بعض. اول حاجه يا شباب، عايزين نستنتج برضو القوانين بتاعتي بتمشي ازاي. بصوا معايا هنا، دلوقتي عندي مثلا ادي، هنفترض ان عندي ويك اسيد زي الاسيتيك اسيد ده، هعمل له تايتريشن اجينست ان اي اوتش. خلاص طيب، عندي مثلا ان السامبل، نفترض مثلا ان انا عندي دوت سامبل بتاعتي مثلا 100 متر، والسامبل والان اي اتش مثلا عند في بداية التيتريشن كان 0 ملي. دلوقتي انا عايز احسب تركيز الاسيتيك اسيد ده، عايز احسب تركيز الحمض ده. طيب الاسيتيك اسيد ده احنا عارفين طبعا ان هو ايه، ويك اسيد صح، وقلنا عشان اقدر احسب تركيز الاتش بتاعت الويك اسيد كانت بتساوي ايه، جذر كي ايه في تركيز الويك اسيد صح. طيب انا عايز احسب تركيز الويك اسيد ده اللي هو مجهول ايه بالنسبة لي. طيب الكي ايه، الكي ايه هيديهاني في المسألة خلاص، او يديني البي كي اي وانا احسب منها الكي كي اي، فمش مشكله اقدر اجيبها هيديني في المساله. طيب والاتش انا اقدر اجيبها ازاي يا شباب، انا اقدر نجيبها من على الكيرف. على سبيل المثال تعالوا نشوفه، ادي بصوا معايا، ادي الكيرف اهو عندي 0 مللي زي ما قلنا اهو، كانت البي اتش تقريبا ب 3 صح، كانت البي اتش هي بادئه من عند الـ3. اذا تركيز الاتش عندي بكام، انا اقدر اجيب تركيز الاتش بسهوله. يعني مثلا ادي البي اتش عندي ب 3، يبقى الاتش اهو شيفت لوج ماينس بي اتش اللي هي ب 3 طلعت في 1 في 10 اس سالب 3. خلاص يبقى تركيز الاتش عندي جبنا 1 في 10 سالب 3. وطبعا اسيتك اسيد الكي اي بتاعته المفروض هي مشهوره جدا ان احنا نحفظها، يعني معروفه، معروف جدا ان الكي اي بتاعت الاسيتيك اسيد بتكون غالبا 1.75 × 10⁴، ان هو رقم من كتر ما هو مشهور بقينا نحفظه يعني. وقلنا طلعنا الاتش من على الرسمة 1 في 10 اس سالب 3. خلاص انا عندي الكي اي عندي والاتش عندي، عايز احسب تركيز الويك اسيد ده. احسبه ازاي تركيز الويك اسيد ده؟ قال لي منتهى البساطة، انت مثلا المسألة عندك ايه، هنقوم مربع، هنربع الطرفين، هنربع ليه الطرفين. طب ليه يا عم هنربع الطرفين؟ قال لك هتربع الطرفين منتهى البساطة عشان تشيل الجذر. انت لما تربع الطرفين اهو هتقدر تتخلص من الجذر عندك، تتخلص من الجذر عندك ده. فانت لما تربع الطرفين هيفضل لك عندك ال، هتطلع طبعا انت هتربع الرقم اللي انت حسبته، طلع معايا 1 في 10 سالب 6 اهو ربعناه. خلاص ساوي 1 × 7.5 × 10
بص سالب خمسة في تركيب الويج أف بس، وأقسم الرقم ده يعني أودي ده هناك وأقسمه، هيطلع لي تركيب الويك أسيد. خلاص ده اللي أنا كنت عايز أجيبه. طيب يبقى نرجع المسألة تاني بالراحة كده، قلنا أهو عندي أدي الويك أسيد اللي هو الأسيتيك أسيد أهو بيفعل مع ال إن وإتش، عندي زيرو ملي، عندي زيرو ملي من التايترنت، يعني كان ال إن وإتش أصلا عندي زيرو ملي من التايترنت أهو، يعني ان اصلا عندي مش يعتبر مش موجود، فانا كان عندي بس ال 100 ملي بتوع السامبل دول. خلاص قال لي بمنتهى البساطه انا عندي دوت يعتبر ويك اسيد، احنا عارفين طبعا من ورقه القوانين اللي انا وريتها لكم في الاول تركيز الاتش بتاعت الويك اسيد بيساوي جذر الكي اف تركيز الويك اسيد. طيب عرفنا الاتش ازاي؟ من الكيرف، بي اتش كان مديني 3 يبقى الاتش بكام؟ 1 10 سالب 3 اللي هو شيفت لوج ماينس 3. خلاص وكي ايه بيديهالي في المساله، يعني نجيبها من الرسم وهعرفكم ازاي نجيبها من على الرسم دلوقتي. خلاص وفضل عندي تركيز الويك اسيد حسبناه، بعد جبنا تركيز الويك اسيد وخلاص ربعنا الطرفين عشان نجيب الويك اسيد. طب ايه الكلام ده دكتور؟ مش علينا طبعا، عارفين الدكتور عادل هشام بيدي المنهج وفي مسائل زي ما انتم شايفين في صالح حتى بتاع الدكتوره ما، فاحنا ما نضمنش، فاحنا هنفهم حتى على الاقل نعرف الارقام دي جت ازاي. اوكي طيب تعالوا بقى ايه نشوف بقى ايه اللي هيحصل بعد كده. بص معايا، افترضنا مثلا نقول ايه suppose saturation of 100 مللي acetic acid تركيزه 1/10 مع 1/10 NaOH. طيب قال لي انا عايز احسب ال pH قبل ال titration. والله هو مديني ال pKa عندي في المسألة اهو، مديها لي جاهزة الله يكرمه، مديني ال pKa جاهزة. طيب احنا شباب قلنا نحسبها ازاي؟ ماليش دعوة بالقوانين الدكاترة دي حطها لان هي قوانين رخمة معقدة شوية، خلينا في القوانين اللي احنا متعودين عليها. عايز احسب ال H بتاعت الويك اسيد، واحنا عارفين طبعا من الورقة بتاعت ان قانون ال H بتاعت الويك اسيد ايه بتساوي جذر ال Ka في تركيز الويك اسيد. طيب تركيز الويك اسيد بكام؟ والله هو قال لي مديني حجمه 100 مللي وتركيزه 1/10، لازم تركيز الويك اسيد عندي ب1/10. خلاص يبقى انا عندي التركيز الاسيد عندي ب1/10. خلاص طيب يبقى ال H بتاعت ال weak acid بتساوي انا حاسب ايه جذر ال Ka، ال Ka عندي طبعا هحول ال هحول طبعا زي ما انتوا شايفين الرقم دوت هحوله من بي كي ايه ل كي ايه شيفت لوج ماينس، طلعت معايا كي ايه 1/7 × 5 × 10 أس سالب 5 تمام، جذر كي اف تركيز الويك اسيد طلع كان قال لي في المسألة ان هو بواحد ايه 1/10. خلاص طيب طلع معايا الرقم ده، ده تركيز الايه الاتش بتاعت الايه الويك اسيد. انا عايز احسب البي اتش، بي اتش بيساوي سالب لوج الاتش صح، سالب لوج الانسر او الاتش انا حسبتها طلعت معايا بكام؟ 2/7 تقريبا، هو نفس الرقم اللي هو عندي في الايه في المسألة دي بس الطريقة اظرف شوية. لو انتوا فهمتوش عادي فيديو كذا مرة، ولو في حد ما فهمش حاجة من الشرح يا ريت برضو تنبهوني عليها عادة تاني. طيب بالراحة كده بقى عايزين نفهم ده كله قبل ما انا ما احط الايه السامبل بتاعتي. طب لو انا التايترنت بتاعي سوري، طب لو انا حطيت التايترنت يا شباب ايه اللي هيحصل بقى؟ تعالوا بقى نتخيل الموضوع كده سوا. بصوا معايا، بصوا ثواني بس معلش، بص انا عندي اهو افترضنا مثلا ادي الاسيتيك اسيد اهو، هفاعل الاسيتيك اسيد دوت مع
ال N E O H. انت قلت لي ده 100 ملي، تركيزه 1/10، وقلت لي دوت انت حطيت تركيزه ثابت 1/10، لكن انت حطيت لي منه كام؟ حطيت لي منه مثلا لو افترضنا مثلا 10 ملي، مثلا اول كام نقطة كده 10 ملي، حطينا اول نقطة 10 ملي، ايه اللي بيحصل عندي يا شباب؟ احنا عارفين طبعا ان الاسيتيك اسيد هيتفاعل مع ال NUH ويديني CH3COONA اللي هو الصوت ده، ومية، ما يهمنيش المية دلوقتي. طيب انا عندي كام مول، كام مول من دوت، كام مول من الاسيتيك اسيد؟ عدد المول بيساوي التركيز في الحجم، الحجم 100 والتركيز 1/10، ده 10 مول. وكام مول من دوت؟ الاتنين مع بعض كام؟ 1 مول. 1 مول من السترونج بيس و10 مول من الويك اسيد. 1 مول من دوت هيتفاعل مع 1 مول من ده، يديني 1 مول من الصوت، صح؟ هيديني 1 مول من الصوت. هيفضل عندي ايه يا شباب؟ هيفضل عندي 9 مول، 9 مول ايه؟ اكسس من الحمض ما تفعلوش. انا عندي الحمض 10 مول والقاعدة 1 مول، 1 مول هيتعادل مع 1 مول من ده، خلاص 1 مول هيتعادل مع 1 مول، يديني 1 مول من الصوت. فضل عندي 9 مول كاملين من الحمض ما تفعلوش. يبقى انا كده يا شباب انا عندي ايه؟ انا عندي فضل عندي كده عندي الصوت، يعني انا عندي اهو السولت، اهو عندي السولت وعندي الويك اسيد بتاعه، الويك اسيد والسولت بتاعه. يبقى انا كده انا عندي ايه يا شباب؟ يبقى انا عندي كده ايه؟ بفر. يبقى لو انا بعمل تايتريشن لحاجه ويك مع اول نقطه من التايترنت قبل الاند بوينت، يبدا يتكون عندي ايه؟ بفر، يبدا يتكون عندي بفر، خلاص. يبقى ايه ساعتها ازاي اقدر احسب البي اتش بتاعت البفر؟ زي ما احنا عارفين ان البي اتش بتاعت البفر بتساوي او بي كي اي زائد لوج تركيز الصوت على الاسد، خلاص خلاص. طيب بصوا معايا بقى، انا عندي اهو بعد قال لي هنا ايه after titration with alkaline بيبدأ يتكون عندي اللي هو الاسيتيت اسيد اللي هو صوديوم اسيتيت، معناها ان انا كون عندي اسيتيك بافر وبحسب بي اتش، فبي كده لوج السولت على الاسيد. طيب قال لي ايه اللي يحصل بقى يا شباب لو انا ضفت 50 ملي من ال ان اي او اتش؟ اللي يحصل لو انا ضفت 50 ملي من ال ان اي او اتش، بصوا معايا، تاني نكتبها تاني بالراحة. ادي الاسيتيك اسيد بتاعي، فعلا مع ال NUH. طيب ايه اللي يحصل؟ انا قلت لك عندي من ده 100 ملي، وانت حاطط على ده ايه؟ 50 ملي، والاتنين تركيزهم ثابت، دي 50 سوري، والاتنين تركيزهم ثابت اللي هي كام؟ ده 1/10، وده تركيزه برضه ايه؟ 1/10. يبقى انا عندي كام مول من ده؟ انا عندي 10 مول من ده، وده عندي منه كام مول؟ 5 مول من ده. اللي هيحصل ايه؟ 5 مول من البيس هيتفاعلوا مع 5 مول من الأسيد، وهيتكون لي السولت بقى، خلاص احنا عارفين السولت هيديني 5 مول ايه من السولت، فاضل عندي 5 مول من السولت، اتكون عندي 5 مول من السولت. طب 5 من دول استهلكوا 5 من دول، فاضل عندي بقى من ده اكسس
خمسة مول. الله، ثواني، انت مش بتقول لي البي اتش بتاعت البفر بتساوي بيكي اذا لوج سولت اسيد؟ يعني بي اتش بيكي ايه عندي؟ باربعة علامة سبعة اربعة زي ما في المسألة، زائد لوج. طيب تركيز السولت عندي بكام؟ خمسة المول، عدد مولاته خمسة، وده عدد مولاته ايه؟ خمسة. قال لا، طب ثواني، انت بتقول تقارن مولات بمولات ازاي؟ مش المفروض تركيز تركيز؟ ما عند اختلاف الاحجام، قاعدة عامة، عند اختلاف الأحجام في المسائل بتاعة البفر، عند اختلاف الأحجام نقدر نطبق مولات لمولات. ما انت بتقارن حاجة بنفس الحاجة، ممكن تعوض عن بدل تركيز بتركيز، مول بمول عادي، ممكن أقارن مولات الصوت بمولات الأسيد طالما أنا بشتغل مسألة بفر، أقدر أشتغل مول بمول. لوج الخمسة على الخمسة لوج بواحد، لوج الواحد بصفر. الله، ساعتها البي اتش عندي بقت قد البي كي ايه. الله، امتى حصل الكلام ده؟ مش امتى حصل؟ انا عندي تركيز السامبل عندي بكام؟ ب 100 مللي. لما انا حطيت نص الحجم تقريبا بتاع التايترنت، نص حجم السامبل، ساعتها البي اتش بيساوي بيك ايه. ممكن اخدها قاعدة عامة، قاعدة عامة، لما يكون الويك مرتين قد السترونج بيس، لما يكون الويك اسيد قد السترونج بيس مرتين، او نص تركيز الويك اسيد بيساوي تركيز السترونج بيس، ساعتها البي اتش عندي بتساوي البي كي اي. طيب ده انا كده انا اقدر اجيب من على الكيرف او من على الرسم البي كي اي. ازاي يا دكتور حسام؟ قال لك ازاي اهو، دلوقتي انت عندك الاند بوينت عندك ظهرت عند 100 مللي زي ما انتوا شايفين اهو، ادي الاند بوينت عندي ظهر، ادي الاند بوينت ظهرت عند كام؟ عند 100 مللي. كانت البي اتش عندي بكذا، انا اقدر اجي بقى نص المسافة بتاعت الاند بوينت واطلع اطلع 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 لفوق كده لحد ما المس الكيرف، ساعتها البي اتش اللي انا حسبتها هي البي كي اي. البي اتش اللي انا حسبتها هي البي كي اي. انا عندي الاند بوينت 100، ممكن الاند بوينت تطلع معايا مثلا 120 اجي عند نص المسافه اللي هي 60 واطلع، ممكن تطلع عندي 80 اجي عند ال 40 واطلع 60 اجي عند ال 30 واطلع وهكذا. فانا بشوف الفوليوم الاند بوينت عندي واجي عند نص المسافه، يعني لو الاند بوينت عند 100 مللي اجي عند 50 مللي واطلع اطلع لحد ما المس الكيرف واشوف اللي قبله على محور السقوط دي، ساعتها قدرت احسب من خلالها الايه؟ البي كي اي. ساعتها البي اتش تمثل البي كي اي. خلاص؟ يبقى قاعدة عامة، قاعدة عامة يا شباب، لو انا عندي تركيز الويك اسيد، لو انا عندي تركيز الويك اسيد اكتر من السترونج بيز يبقى هيتكون عندي بفر، لو انا عندي الويك اسيد اكتر من السترونج بيز هيتكون عندي بفر، لكن لو الويك اسيد ضعف السترونج بيس او قد مرتين، يعني مثلا لو ويك اسيد 50 والسترونج بيس 25، ساعتها بيتكون بيكون البي اتش عندي يساوي بي كي اي، لان تركيز السولت ساعتها بيساوي تركيز الايه؟ الاسيد. خلاص. طيب نرجع تاني ايه لموضوعنا. خلاص. طيب لو انا مثلا ضفت 90 مللي من الالكالاين، ضفت 90 مللي من الايه؟ من الالكالاين. تعالوا نشوف نجرب نحلها نشوف تطلع معانا ازاي. تعالوا نمسح اللي احنا كتبناه ده. لو انا مثلا يا شباب اهو نكتب تاني المعادلة بتاعتنا، ادي سي اتش 3 سي او 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 اتش افعلها مع ان اي او اتش سي اتش 3 او اتش مثلا قلنا دي كانت 100 مللي،
هو فعل مع 90 مللي. خلاص 90 مللي، 90 من ديت هتعادل 90 من دولت، ويديني تركيز الصوت 90 مللي من الصوت. واحنا عارفين طبعا ان ده تركيز 1 من 10، ده تركيز 1 من 10، يبقى عدد مولات الصوت بكام عندي؟ ب9 مول. خلاص فضل عندي اكسس من الحمض ما تفعلش كام؟ 1 مول، صح؟ يبقى انا عندي الحمض الاكسس بتاعه 1 مول، والصوت تركيزه مولاته كام؟ 9 مول. ونطبق القانون بتاع بي اتش هتبقى في بي اتش بتساوي بي كي اي زائد لوج صوت على الاسد. خلاص طيب البي اتش عندي هتساوي بي كي اي زي ما هو مدان في المسألة، 1.74 زائد لوج 9 على 1. تعالوا نشوف، هما نجرب على الكتابة الأحد بتطلع بكده. تقعد معايا 5.7، تقريبا اهي 5.7 تقريبا، اهي نفس الإجابة بتاعتها اللي هو مجاوبها في السلايد. خلاص طب عند ال end point يا شباب ايه اللي بيتكون؟ عند ال end point يعني بصوا معايا، عند الايه ال end point ايه اللي بيتكون عندي؟ امسح ده بس. انا دلوقتي عندي 100 مللي، لما اجي احط مية مللي، 100 مللي زيهم من ال NUH، ايه اللي بيحصل؟ ال 100 مللي دولت هيعادلوا كل ال 100 مللي دولت، هيديني CH3COONA، صح؟ طيب هيديني دوت كله استهلك مع ده، اتبقى حاجة من الاتنين دولت؟ لأ، ده كله كل الأسيتيك أسيد اتفاعل مع ال NH واداني صوديوم أسيتيت. يبقى أنا ساعتها يا شباب بتعامل مع مسألة صوت، ساعتها بتعامل مع مسألة إيه؟ صوت. وإحنا عارفين مكونين مسائل الصوت عندنا اللي شرحناها المحاضرات اللي فاتت أهي، صفحة القوانين. لو عندي بيزك صوت مثلا يبقى بجيب تركيز ال OH بيساوي جذر ال KW على KA في تركيز الصوت. طب اول حاجه عايزين نجيب تركيز الصوت عندي يا شباب. طيب احنا عارفين طبعا عايزين نجيب الكونسنتريشن بتاع ايه بالصوت، اي تركيز بيساوي ايه؟ طبعا عارفين عدد مولات الصوت اللي اتكون عندي ب10 مول. اي كونسنتريشن بحسبه ازاي؟ عدد بعدد المولات على الفوليوم. طيب العدد المولات عندي بكام؟ ب10 مول، والفوليوم عندي بكام؟ انا عندي الحاجة حطيت 100 مللي، كوباية 100 مللي على كوباية 100 مللي، يبقى الاتنين مع بعض كام مللي؟ 200 مللي. حطيت 100 مللي من ده وميت مللي من ده، بقسم على الحجم الكلي، يبقى انا عندي هنا كام؟ 200 مللي. هقسم العشرة على 200 مللي اهو، طلعت معايا كام؟ تركيز الصوت كام؟ 5%. يبقى تركيز الصوت عندي طلع بكام معايا؟ 5 من 100 مولر. خلاص بعد كده بطبق قانون الصوت عندي. ايه قانون الصوت؟ تركيز ال OH بيساوي ايه يا شباب؟ جذر كي دبليو على كي اي في تركيز الصوت. عايز احسب البي اتش بقى، عايز احسب البي اتش احسبها ازاي؟ هجيب البي او اتش، هجيب الاو اتش واحسب البي او اتش واطرحها من 14. طيب اهو
هقول جذر جذر كده بيو 10 أس سالب 14 على الكي ايه عندي زي ما حسبناها سالب لوج الواحد علامة 7/4 في 10^5 طبعا الجذر جذر يشمل التركيز السلطة أيضا في 5 من 100. هحسب ده كله على الآلة حاسبة اهو، جذر 10^14 على 1/7 في 10^5 في تكييف فولت عندي، طلع معايا تركيز ال OH عندي 5.36، الرقم اللي عندي ده خلاص ده تركيز ال OH. هجيب بقى سالب لوج انسر اهو، سالب لوج انسر ديت الايه ال BOH. طيب انا عايز احسب ال BH، هطرحها من 14، طلع معايا 8.72 اهو، تقريبا نفس الإجابة اللي احنا ايه مجاوبينها خلاص. طيب بعد الاند بوينت، ما بقى بعد ما الاند بوينت ساعتها اي اكسس زيادة من الان و اتش زي ما حللنا فوق هيمثل، يعني لو افترضنا مثلا يا شباب هو هنا مش بيدي مثال، بس تعالوا نفترض مثال، مثلا لو افترضنا عندي بصوا معايا بعد الاند بوينت بقى اللي بيتكون اهو، لو افترضنا مثلا عندي ادي الاسيتك فعل مع ان يو اتش، لو افترضنا مثلا عندي ال ان يو اتش الاسيتك اسيت مثلا 100 مللي زي ما احنا عارفين، وخلاص بعد التعادل قمت حاطط 10 مللي زيادة، انا حاطط 110 مللي من ده، ايه اللي هيحصل؟ 100 من ده هيعادلوا 100 من ده، يفضل عندي 10 مللي اكسس من ال ان يو اتش، صح؟ 10 مللي اكسس اللي هو ايه؟ 1 مول اكسس ان يو اتش، بقى عندي 1 مول اكسس من ال ان يو اتش خلاص. ساعتها بقى هحسب تركيز ال ان اي ال او اتش زياده واحسب من خلاله البي اتش. طب ازاي بحسبه؟ والله قال لي اهو، اول حاجه اجيب تركيز اللي هو تركيز ال ان او اتش اللي هو يمثل تركيز ال او اتش، لان ده ايه سترونج بيس، صح؟ بحسبه ازاي؟ قال لي اي تركيز يا شباب بيساوي عدد المولات على الحجم باللتر، او عدد المولات على الحجم وخلاص، ما هو ده بين ملي وبين ملي هيتغيروا بعض. ما علينا، عدد المولات عندي بكام؟ عدد المولات عندي بواحد، الحجم الكلي كام؟ تعالوا نشوف، 100 مللي من ده مع 110 مللي من ده يبقى كله كام؟ كله 210. هقسم ده على ده هيديني ايه؟ تركيز الايه الاو اتش. اجيب شيفت لوج ماينس سالب لوج ماينس سوري بي او اتش واطرحها من 14 يطلع لي الايه البي اتش. وصلت؟ تمام خلاص. يبقى احنا كده يا شباب عايزين بقى ايه نلخص كل القوانين اللي احنا خدناها ايه لحد دلوقتي، تعالوا نشوف هنلخصها ازاي. يا ريت برضو كلكم تكتبوا معايا القوانين ديت
عشان هنحتاجها في مسائل كتير بعد كده. اول حاجة لو انا عندي يا شباب at zero min، لو انا عندي weak asset ساعتها عند زيرو ملي تركيز ال H بيساوي جذر ال K في تركيز ال weak asset. طب ده لو انا بعمل مثلا لشباب titration ل weak asset against strong base. طب لو انا بعمل titration ل weak base against strong asset، ما هو عكس بقى الكلام، نوع تاني من التيتريشن. ساعتها لو انا مثلا شغال على weak base against strong asset، ساعتها بدل ما اقول اتش هقول او اتش، وبدل ما اقول كي اي هقول كي بي، وبدل ويك اسيت هتبقى ويك اي بيس. خلاص ده اديله ملي. طيب لو قلنا مثلا لو انا مثلا عندي تركيز الويك اسيت اكبر من تركيز السترونج بيس، ساعتها بيتكون عندي بافر، وبقول ان البي اتش بتساوي بكي اي زائد لوج سولت على الاسيت على الويك اسيت، صح؟ سواء مولات او تركيز مش هيفرق، لكن لو اختلف عدد لو اختلف الحجم نطبق المولات، لو اختلف الحجم نقسم مولات على مولات. طيب لو هو مثلا لو انا بعمل تيتريشن بويك بيس اجينست سترونج اسيت، لو تركيز الويك بيس اكبر من السترونج اسيت ساعتها بيتكون عندي الويك بيس الصوت بتاعه اللي هو بيزك بافر، بدل بي اتش هقول بي او اتش، وبدل بي كي اي هقول بي كي بي زائد لوج صوت على الويك بيس. خلاص. طيب لو انا يا شباب عندي السترونج بيز ساوي نص الويك اسيد، او السترونج بيز عندي قد نص الويك اسيد، او الويك اسيد قد السترونج بيز مرتين، ساعتها البي اتش واثبتناها رياضيا بتساوي البي كي اي. نفس الكلام لو انا عندي مثلا السترونج اسيد بيساوي نص الويك بيز، ساعتها بقول البي او اتش هتساوي البي كي بي. طبعا انا بجيب البي كي بي بساوي البي او اتش، لكن هو عايز بي اتش فبطرح من 14، فاهمين يعني خطوات لازم ارتبها في دماغي. طيب طب يا شباب ايه اللي يحصل بقى لو دي كده قوانين. هنكمل القوانين، ثواني بقى عشان امسح اللي انا كتبته ده. عايزين نكمل بيت القوانين. تعالوا نكمل بقى ايه القوانين. لو انا مثلا عندي الويك اسيد قد السترونج ايه بيس، ساعتها بطبق قانون الايه السولت، اللي هو ما يبقى ساعتها قانون السولت اللي هو تركيز الاو اتش هيساوي جذر كي دبليو على كي اي بتركيز السولت. وان لازم نحسب تركيز الصوت، بنقسم عدد المولات على الحجم كله، نقسم عدد المولات على الحجم كله. ونفس الكلام لو قلنا لو كان تركيز الويك بيز عندي قد اللي السترونج اسيد، ساعتها بقول الاتش هتساوي تركيز الاتش هيساوي جذر
كي دبليو على الكي بي في تركيز الصوت. طيب واضح المسائل الصوت بعد كده. طبعا اي مسألة نوع اكسس كان اي حاجة بقى، مثلا لو كان السترونج اسيد او السترونج اسيد اكتر من الويك بيز، او السترونج بيز اكتر من الويك ايه اسيد، ساعتها بحسب الاكسس مقمول من ده وبقسمه على الحجم الكلي، وسواء بي او اتش اتش او بي او اتش زياده دي هتحدد لي البي اتش بتاعت الوسط عندي. خلاص بس كده احنا ايه خلصنا ليه القوانين دي وعرفنا في كل حاله نعمل ايه. نرجع بقى نكمل ايه شرح. يبقى مجازا يا شباب انا اقدر احسب من الكيرف كام حاجه، كذا حاجه. اول حاجه من منظر الكيرف اقدر اعرف نوع التفاعل ايه، وبادئ من بي اتش 3، وبلاحظ دايما ان في اي حاجه ويك بيكون الرينج بتاع اند بوينت صغير، يعني ده كان سترونج اجينست سترونج، شايفين الرينج بتاعه كبير ازاي، لكن اي حاجه ويك الرينج بتاعها بيكون ايه صغير، شايفين الرينج ده صغير ازاي. طيب يبقى عندي كذا حاجه تعرفني نوع الرياكشن. اول حاجه لو هو تصاعدي كده بشكل كبير، لكن هو تصاعدي شكله صغير ده سترونج وسترونج سترونج وسترونج، لما تلاقيهم صاعدين كده بشكل صغير، لكن لما ليه بيكبر بسرعه يعني في تذبذب كده او كبير شويه او الرينج بتاع عنده صغير، اعرف ان في حاجه ويك عنده. ده يعتبر ايه ويك اسيد اجينست سترونج بيس، لان البي اتش عندي بدأ من 3، احنا عارفين لو بدأ من 0 او 1 او 2 يبقى ده سترونج اسيد، لكن هو بدأ من 3 يبقى ده ويك اسيد. لو بدأ من 14 يبقى انا بادئ بسترونج بيس، لو بدأ مثلا من 9 يبقى انا بادئ من ايه من ويك بيس، يبقى ده ويك بيس ويك اسيد اجينست سترونج بيس. دايما التايتريشن عندي سترونج، ده يبقى نوع التايتريشن عندي ويك اسيد اجينست سترونج بيس. قدرنا نعرف نوع التايتريشن من شكل الكيرف. تاني حاجه نعرفها من الكيرف الاند بوينت، بنعمل مماس ونص نص المسافه مماس بي اتش ات اند بوينت، وبوصل يمين وشمال ده الفوليوم ات اند بوينت، جبنا فوليوم ات اند بوينت وبي اتش ات اند بوينت. تاني حاجه جبناها الرينج بتاع الاند بوينت، الاند بوينت عندي بدأ من اول مثلا من 7 لحد الايه ال11 او ال12، ساعتها الرينج كده جبنا حاجه اسمها الترانزيشن انترفال او الرينج بتاع الاند بوينت، يبقى اقدر اجيب السوتبل انديكيتور. الانديكيتور الناس ينفع استخدمه في تيتريشن، ينفع استخدم مثال اورنج مثلا، لا ما ينفعش، لان مثال اورنج 3.5 4.5، لكن ينفع مثال ريد من 5 ل 6 برضه ما ينفعش، لكن في مثالين من 8 ل 10. انا عندي الاند بوينت يا شباب من اول السبعه لحد ال 11 او ال 12 كده، اذا اي حاجه من 7 ل 11 او ل 12 يقدر استخدمها كانديكيتور مناسب، والانديكيتور المناسب هو الفيل في سين، لان هو من رينج من 8 لايه ل 10. خلاص طيب تمام كده، تمام كده. نقدر نجيب حاجه اسمها البي كي اي، بجيب فوليوم الاند بوينت مثلا طالع معايا ب 180 ايا كان نص المسافه ديت، لو هو 100 اجي عند ال 50 واطلع لحد ما المثل الكيرف دي، قدرت اجيب البي كي اي. ومن البي كي اي اقدر اجيب تركيز السامبل، اقدر اجيب تركيز السامبل عندي لو هو عايزها، او اقدر استخدمها في مسائل لاحقه، وممكن يدي لو جاب لي مساله من غير كيرف لازم يديك كي، لازم 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 لو ما جابلكش كيرف لازم يديك كي. خلاص عرفنا طبعا اهو، تعالى نكمل القراءه بقى اللي احنا قلناه. عرفنا طبعا ما ينفعش استخدم ولا مثال ريد ولا مثال اورنج انديكيتور. خلاص تمام. فكره انا عارف ان انا طولت في المحاضره دي شويه كتير، لكن المحاضره دي فعلا مهمه ومبني عليها اللي هناخده لاحقا يعني، فانا دي اساسيات لازم اركز عليها. طيب تعالوا بقى ايه، خلاص بقى احنا فهمنا الفكره اللعبه، تعالوا بقى نطبق ويك بيز اجينست سترونج اسيد. ويك بيز اجينست سترونج اسيد انا ايش عرفني ان ويك بيز بدا من عند ال 11، لازم ابدا من 12 بدا من عند ال 11 تقريبا ونازل لتحت، لما بلاقي الكيرف طالع لفوق يبقى ده ويك اسيد اجينست سترونج بيز، لكن من تحت لفوق كده يبقى ده بيز اجينست اسيد، ده يعتبر ويك بيز. ليه؟ لانه بادئ من اول 11، الفوليوم ات اند بوينت عند 100 اهو، يبقى انا اقدر اجيب البي كي بي، اقدر اجيب البي كي بي مش البي كي اي، البي كي بي بجيب البي كي بي ازاي؟ الفوليوم ات اند بوينت عندي اهو ب 100، يبقى اجي عند ال 50 وحد ما المس الكيرف، لمست الكيرف عند 9 مثلا او 9 وشويه، دي يا شباب بي اتش اللي احنا جبناها ديت البي كي اي، لازم احول اطرح من 14، ناخد بالنا ناخد بالنا،
احنا عارفين ان احنا بنيجي عند 100 نص المسافة 50. اول ما المس كده انا جبت البي كي ايه، انا مش عايز بي كي ايه، انا شغال على ويك بيز، انا عايز بي كي بي. الرقم ايا كان الرقم اللي انا هطلعه هطرحه من 14. على سبيل المثال انا دلوقتي عايز اجيب مثلا تركيز ال او اتش بتاع السامبل، عايز اجيب تركيز ال او اتش بتاع السامبل. انا عندي البي اتش بكام؟ عندي بي اتش ب 11، لكن البي او اتش بكام؟ 14 ناقص 11 3. يبقى تركيز السامبل عندي 1 في 10 سالب 3. ناخد بالنا، ناخد بالنا، الكيرف هو هو، لكن هنا في بي اتش. انا عايز بي اتش ولا بي او اتش؟ انا عايز بي او اتش. يبقى انا لازم اطرح البي اتش عندي ب 11، يعني بي او اتش عندي بكام؟ ب 3، بطرح من 14، يبقى بي او اتش عندي ب 3 واقدر اجيب منها الاو اتش. تاني حاجه انا عايز اجيب البي كي بي مش البي كي ايه. باجي عند نص المسافه، عند فوليوم الاند بوينت نص المسافه 50، واطلع لحد ملمس 3.97. دي مش البي كي بي، دي البي كي ايه اللي لازم اطرحها من 14. تمام، طبعا نفس الخطوات طبقناها هنا اهو. البي كي بي اهي طلع معايا مثلا 9 وحاجة، 9 وحاجة، بطرحها من 14 تطلع معايا تقريبا ايه اللي هو ايه البي كي 4.74. واحل المسألة بنفس الخطوط اللي احنا حليناها، بس ناخد بالنا ان هي بتبدأ بطريقة غير مباشرة. خلاص بتبدأ بطريقة غير مباشرة. تمام، خلاص فهمنا الكيرف. الكيرف طبعا هنا لو خدنا بالنا الاند بوينت بدأ من عند مثلا من بعد الـ8 كده لحد الايه، لحد الـ2. ينفع استخدم الفيلم في سرير؟ لا، لكن ينفع استخدم مثال ريد او مثال اورنج، لان الرينج بتاعهم جوه الرينج جوه الاند بوينت. خلاص خلاص تمام. طبعا ويك بيث ويك اسيد ويك بيث تيتريشن، قال لي التيتريشن كيرف الحاجات دي بيبقى سموث، تبقى يعني ما بيبانش كويس، والتشنج بتاع البي اتش سمول جدا. فالتيتريشن ساعتها مش فيسبل، يعني مش قابل ان انا استخدمه في كده. لازم التيتريشن التايتل بتاعتي يكون ايه، حاجه سترونج. خلاص الانفليكشن بوينت او اللي هي العلامه ديت اللي هو نقطه التغير ديت مش هتبقى ايه واضحه بالنسبه لي. خلاص الحته دي نفهمها عشان صح وغلط وجيف ريزون او كده. يبقى ليه ما بنستخدمش ويك اسيد اجينست او ويك بيز؟ لان ساعتها اللي هو الكيرف بيبقى سموث، ما بيبقى الريفليكشن بوينت مش شارب، ما اقدرش استخدمها. خلاص طيب الابلكيشن بتاعت الاسيد بيز تيتريشن اقدر استخدمها عشان احدد الخصائص الان اورجانيك والاورجانيك والبيولوجيكال. اقدر استخدمها في التيتريشن ده حاجات الان اورجانيك او اورجانيك او بيولوجيك عشان احدد خط الكيمياء والفيزياء بتاعتي. اقدر استخدمها في ان انا احول السامبل بتاعتي، اعمل ستاندرزيشن للسامبل خلاص، او تريتمنت سامبل. انواع التيتريشن طبعا في منها دايركت تيتريشن ودبل انديكيتور وديسبليسمنت وباي فيزيك واندايركت تيتريشن. طيب هناخد كل نوع منهم بالراحه، هناخد يعني هي متقسم على موضوعات اظن، لان دول حاجات كتير. عندي حاجه يعني اسمها دايركت تيتريشن، بحط سامبل احط تايترنت واعمل لها سامبل واحط انديكيتور والتايترنت وخلصنا، مفيش بقى اي حاجه تانية. خلاص ازاي بقى عملت؟ طبعا الحاجات دي ممكن تيجي اي عناصر ممكن تيجي انيميريتها، فناخد بالنا. بعمل ديتيرمينيشن للاسيدز مثلا زي سترونج اسيد ويك اسيد الفاتي اسيد والاسيد سولتس والبوريك اسيدز والحاجات دي كلها، وديتيرمينيشن للبيز السترونج بيز والويك بيز الامينوفيلين والبايريدين. الامينوفيلين ده دواء كحه، والبايريدين ده موجود في لو موسع شبه هواي. ما علينا خلاص. الدايركت تيتريشن، الدايركت تيتريشن انا عندي مثلا هناخد اللي هو التيتريشن بتاع الاسيد السترونج اسيد، بستخدم له ان يو اتش مثال اورنج او فينفاثين. قلنا ليه؟ لان الرينج بتاع الانديكيتور كبير، الرينج بتاعت الاند بوينت تكون كبيره. الويك اسيد بستخدم لها ان يو اتش والفينفاثين انديكيتور، ما ينفعش تستخدم مثال اورنج. ليه يا شباب؟ لان الرينج بتاعتها كانت من حوالي كام، من حوالي 7 ل 11، ما ينفعش المثال اورنج تستخدمه. الفري فاتي اسيد طبعا انا الحاجات دي بحفظها، لازم الحمض دي حاجه اورجانيك لازم ادوبها في مذيب عضوي اللي هو الايثايل، اللي هو ايثايل الكحول ايثر، الايثايل الكحول ايثر ميكتشر ده بنسبه 1:1، وفينوفاثيلين كتايترنت وبالكي او اتش والحاجات دي كلها بحفظ. بس العناصر ديت يعني مش مطالب ان انا اخدها بتوسع زي اللي احنا قلناهم فوق.
والاسيد سولتس مثلا بستخدمها تيتريشن بال ان او اتش وفي نفسري انديكيتور عادي. طيب عندي ال، بصوا يا شباب في حاجة، لو ال Ka بتاعتي أقل من 10^-7 أو 10^-8، لو ال Ka بتاعتي أقل من 10^-7 أو 10^-8 ده بيكون very weak جدا. لو ال Ka بتاعتي بتبقى بيكون very weak جدا إن أنا عملت titration خلاص. فلازم يعني ايه مثلا حاجه زي البوريك اسيد اللي بتاعتها 10^-10 يعني دي فيري ويك جدا، ما اقدرش اعمل لها تايتريشن دايركتلي. قال لي عشان اعمل لها مثلا تايتريشن لازم احطها في اكوس ميديوم، التايتريشن بتاعي يكون في ايه في ميديوم معينه. قال لي مثلا زي البوريك اسيد دوت الكي بتاعته 10^-10 عشان احنا عارفين طبعا الطبيعي عشان يحصل عندي انفليكشن بوينت او يحصل عندي كيرف او يحصل عندي اند بوينت لازم تكون الكي بتاعتي كام يا شباب اكبر من 10^-8 او اكبر من 10^-7 يعني عشان اكبر من 10^-8 عشان يدي كيرف خلاص 10^-8 او اكتر. فلو هو اقل من كده 10^-9 10^-10 بتاع مش هينفع اعمل له تيتريشن الا لو استخدمته بطريقه معينه، اللي هو مثلا بوريك اسيد دوت بحط بدوب بحطه في اورجانيك بول هيدروكسيد كومباوند بدوبه في الدكستروز او مانيتول او جليسرين عشان ازود الاسيديتي بتاعته عشان احفز ازود سرعه التأيين بتاعته خلاص، عشان بحيث انه يكون اكتر من 10^-7 10^-6 يمشي كده وهكذا 10^-8 كده. قال لي الايه البروتون اللي بيطلع من البوريك اسيد الاتش بتطلع من الـ من الجليسربوليك اسيد هي البور يعني مثلا انا مثلا عندي ده البوريك اسيد اهو ضربته في جليسرين فاداني حاجه اسمها جليسربوليك اسيد. ده لو ده 5 مول مثلا يبقى ده 5 مول زيه، لو ده 10 مول يبقى ده 10 مول زيه. فكميه الجليسربوليك اسيد هي البوريك اسيد اللي عندي، هو مكافئ دي اسمها تكافؤ. فاللي هتطلع هنا هي اللي هتطلع ايه هنا خلاص. يعني لو دوت 100 مللي يبقى ده 100 مللي زيه، لو ده 10 مللي ده 10 مللي زيه. فاللي يحصل له تيتريشن هنا اللي هعمله تيتريشن هنا هو اللي هيطلع هنا، الاتش اللي هنا تبقى هي الاتش اللي هنا خلاص. بس انا اضطريت احوله للمركب تاني مكافئ ليه عشان اقدر اعمل له ايه تيتريشن. بالمناسبه ده نوع من انواع التيتريشن اللي هي اسمها ايه indirect بقى او titration خلاص او displacement titration. ده النوع ده اسمه displacement titration، بس هو ذكره هنا عشان ذكرناه مع الاسيدز. يعني بوريك اسيد ده من الحاجات المميزه ان هو ما اقدرش اعمله titration بس حولته صيغه تانية عشان applicable ان انا اعمل له titration. اوكي خلاص، ده مثلا الكيرف بتاع البوريك اسيد لوحده، شايفين مفيش كيرف تقريبا. لكن لما انا حطيت البوريك اسيد اهو، بصوا ادي الكيرف بتاع البوريك اسيد اهو، الكيرف شايفين عامل ازاي؟ اند بوينت يعني ايه يا دوبك بالعافيه من اول ال 11 لحد الايه لحد 11 وي، فاللي هي تقريبا مش باينه لحد ال 12 يعني من اول ال 11 لحد 12 اللي هو صعب. لكن لو انا دوبته في مانيتول بقت الاند بوينت عندي من اول ال7 لحد ال12 قدرت كده 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 الاند بوينت كبيره وواضحه، اقدر استخدم انديكيتور وكل حاجه تمام زي الفل. فاهمين قصدي؟ كل ما كانت الانترفال او الشاربنس بتاع الاند بوينت احسن كل ما كان افضل، يعني كل ما كانت الحته دي كبيره او واسعه كل ما كان افضل في التيتريشن عندي، لان انا اقدر استخدم كذا انديكيتور. اخر حاجه في المحاضره ديت عشان نختم عليها، ازاي اعمل ديتيرمينيشن للبيسز؟ عندي سترونج بيز مثلا بمثال اورنج او فينو ايه فينو فاسالين كايه كانديكيتور. مثلا امينو فالين ده بعمل تكتريشن ب H2SO4 برومو كريستال جرين دوت انديكيتور. الحاجات دي كلها حفظ يا شباب عشان صح وقت تمسكه. اوبالين دوت ب HCl بيديني ايه مع برومو فينول بلو خلاص. طيب بالنسبه لليكتشر 5 نكمل. طبعا الليكتشر 5 اول حبه دولت كلهم احنا شرحناهم، اول 5 سلايد دولت. الدبل انديكيتور، الدبل انديكيتور ان انا ان نوع من انواع التيتريشن اللي بستخدم فيها 2 انديكيتور خلاص.
مثلا لو انا عندي مثلا داي بروتيك اسيد، يعني حمض بيتقال على مرحلتين، او بولي بروتيك اسيد زي في حمض الفوسفوريك مثلا ثلاثي بيتقال على 3 مراحل، او داي بروتيك زي اتش 2 اس 4 بيتعين على مرحلتين، فلازم بيبقى ليه كذا قيمه تعين معينه، فبيبقى ليه كذا اند بوينت او فريكشن بوينت. قال لي عشان اعمل، يا شباب ركزوا معايا، قال لي عشان اعمل تايتريشن لميكتشر او دبل انديكيتور او ميكتشر تايتريشن، لازم يكون عندي حاجتين شرطين اساسيين. اول شيء لازم الكي اي بتوع النقطتين التقييم بتاعته، لازم يعني مثلا لازم، مش هو بيتقال على مرحلتين كل مرحلة لها قيمة كي اي معينة، لازم الكي اي بتاعت المرحلتين ما يقلوش عن 10 أس سالب 7، ما يقلوش عن 10 أس سالب 7، على الأقل 10 أس سالب 7، لازم ما يقلوش عن 10 أس سالب 7. ولازم عشان يطلع عندي كيرفين الفرق بينهم على الأقل في البي كي اي 4. بمعنى ايه الكلام ده يا دكتور حسام؟ بمعنى ايه؟ هقول لك انا بمعنى ايه. لو افترضنا مثلا ان حمض اتش 2 اس 4 قيمة التعيين بتاعته مثلا الأولى 10 أس سالب 2، يبقى هو فعلا أكبر من 10 أس سالب 7، وقيمة التعيين بتاعته 10 أس سالب 6، كلام سليم. ده 10 أس سالب 2 وده 10 أس سالب 6، الاتنين أقل من ايه؟ من 10 أس سالب 7، والفرق بينهم 4 على الأقل. فعلا دي 2 ودي 6، الفرق بينهم 4 هيمشي. لكن لما نيجي حاجة زي حمض الفوسفوريك، حمض الفوسفوريك مثلا أول قيمة بي كي إيه ليه؟ 3، 10 أس سالب 3، تمشي. تاني قيمة ليه؟ 10 أس سالب 7، حلو. تالت قيمة ليه؟ 10 أس سالب 13. أنا عايز أفهمك إن هو 10 أس سالب 13 دي معناها إن هو بقى أقل من سالب 7، فمستحيل أعمله تيتريشن، لازم يكون أكبر من 10 أس سالب 7، ولازم يكون الفرق بين كل نقطة. يعني مثلا في حمض تاني زي حمض التارتريك أسيد مثلا، حمض التارتريك أسيد دوت أول قيمة بي كي إيه 3 وتاني قيمة ليه 5، بس ما بيديش غير كيرف واحد. إشمعنى التارتريك أسيد ده ما بيديش غير كيرف واحد على الرغم إن هو دايبروتيك أسيد؟ ليه؟ لأن الفرق بينهم ما حصلش 4، 3 و5 فرق 2، لازم يكون الفرق على الأقل 4، فاهمين قصدي؟ خلاص يبقى احنا فهمنا الشرطين. عشان الحاجة دي تدي كيرف أصلا لازم ما تقلش عن 10 سالب 7 زي ما ذكرنا سابقا، ولازم عشان يحصل عندي كيرفين مختلفين فرق في البيك إيه على الأقل يكون 4. خلاص؟ خلاص قال لي أهو أدابتيشن لميكتشر من مونو بروتيك وداي بروتيك أسيد. قال لي بريك شاربنس بوينت لازم انف ايه، لازم الريشو على الاقل يكون كام يا شباب؟ 4 على الاقل. طيب عندي الدبل انديكيتور دي من الامثله عليها، الاتش سي ال اسيتيت والاتش سي ال بوريك، واللي هو الاتش 2 سي او 4 والاتش 2 سي او 3 حمض الاتش 2 اس، وبولي بروتيك زي فوسفوريك فوسفاتيك فوسفوريك اسيد والسيتريك ايه اسيد. خلاص خلاص مثلا هو احنا بناخد اكزامبل على كل واحد من دولت اللي هو المونوبروتيك اسيد زي الاتش سي ال والاسيتيل. قال لي it is possible اتش سي ال دوت اقدر اعمل ديتكشن وجود الاسيتيك اسيد. ليه؟ قال لي الاتش سي ال دوت اشمعنى ال ان يو اتش بيعادي ال اتش سي ال الاول؟ احنا عارفين ان ال ان يو اتش ال اتش سي ال سترونج اسيد، فال ان يو اتش اول حاجه هيقابلها هو ايه؟ ال HCl. ال HCl بيتقيم تقييم تام، لكن الحمض الاسيتيك دوت ما بيتقيمش تقييم تام، فمين اللي بيتقيم الاول؟ اللي بيتقيم الاول HCl، فال NaOH هيعادل اللي بيتقيم الاول، بعد كده يبدا يبص للايه؟ للويك اسيد. خلاص اهو يقول لي ايه؟ ليه بيعادل ال HCl؟ لان ال H بتاعت ال HCl، الايونات بتاعت ال HCl بتضغط على او سبريس، يعني سبريس يعني بتحجب الايونات بتاعت الايه؟ اللي هو الويك اسيد التاني، لان هو اللي بيتقان الاول والتاني بيتقان ببطء، لكن اللي بيتقان بسرعه هو اللي بيتفاعل الاول مع الايه؟ مع الان او اتش. خلاص طيب ادي اتش سي ال هو تقان تام، عشان كده سهم التفاعل ماشي اتجاه واحد، لكن حمض اسيتيك تقان غير تام لان هو حمض ضعيف فبيتقان اتجاهين. خلاص قال لي الميثايل اورنج بستخدمه في اول ستيب، خلاص عشان احدد وبعد كده عشان احدد المثال اورنج هيجيب لي اتش سي ال، احنا عارفين الكيرف بتاعه بيكون عالي. خلاص لكن بعد كده بستخدم فينوفاثالين، لان فينوفاثالين اقدر اجيب بيه ايه اللي هو الايه بعد كده استخدمه عشان اجيب بيه حمض الاسيتيك. خلاص
لما استخدمت مثلا، لو استخدم مثلا ميكتشر من الاتش سي ال والبوريك اسيد، الاتش سي ال بستخدمه انه اتش اجينست مثال اورنج، نفس الكلام البوريك اسيد بس بفينوفاسالين خلاص، وان جليسرول، وعرفنا ليه بحط الجليسرول عشان دوت البي كي بتاعته اقل من 10 اس سالب 7، ما ينفعش لازم احوله ان جليسرول يتقن اكتر، ويكون وان جليسرول اللي هو جليسرول بوريك اسيد هو كيمو مكافئة للبوريك اسيد. الداي بروتيك اسيد، قال لي الداي بروتيك اسيد ده بيتقن على مرحلتين، وقلنا لازم كل مرحله منهم الفرق في الكي اي ما بينها وبين التانية ما تقلش عن 10 اس 4 في الكي اي او 4 في البي كي اي خلاص. طيب قال لي لو الريشو دوت اقل من القيمه ديت مش هيحصل ايه اكستريشن كيرف، مش هيحصل له اوبزرفيشن، وان بريك يعني هيحصل وان كيرف واحد بس، انا عايز اتنين بريك في الكيرف، عايز اتنين اند بوينت في الكيرف مش اند بوينت واحده خلاص. بصوا بقى يا شباب، انا هقف لحد هنا وهكمل باقي المحاضرة ديت مع المحاضرة الجاية في الفيديو التاني ان شاء الله، هنزله لكم يعني بقى يعني بالليل ان شاء الله، انا هفعله دلوقتي والتاني هنزله لكم بالليل. واي حد ما فهمش حاجة من اللي انا قلته هعيد لكم شرحها تاني خلاص لحد ما اكمل ان شاء الله بالليل. سلام.